خلونا نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة. طبعا أكيد بنبدأ بالأخبار اللي بتخص نادي الزمالك وبالتحديد من عند كرة اليد، واللي أعلن طبعا نادي الزمالك عن انتهاء أزمة سفر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي للمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية. تدخل المستشار مرتضى منصور لحل أزمة سفر الفريق الأول لكرة اليد بعد أن وجه طبعا أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضى منصور أيضا في حجز طائرة خاصة للفريق للسفر إلى المملكة العربية السعودية عشان يشاركوا في البطولة العربية المؤهلة إن شاء الله لكأس العالم. نجح ثنائي في حجز طائرة طبعا خاصة للفريق تقلهم إلى السعودية امبارح الفجر، ويخوض الفريق طبعا مباراته الأولى بعد طبعا أقل من ساعة مع طبعا نادي توتا الجزائري. كمان نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد الأسطورة طبعا نجمنا الكابتن أحمد الأحمر نجم وقائد الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية، وعقد اللاعب جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، وبعد كده طبعا تم الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود رسميا. أكد أحمد مرتضى لقائد فريق اليد طبعا كابتن أحمد الأحمر على أهمية تواجده مع الفريق خاصة وأنه من العناصر الأساسية في صفوف كوماندوز اليد نادي الزمالك.